اسمي أمير منير من محافظة المنيا. أنا كنت قاعد في مرة فبنتي الكبيرة اسمها مها، ومعايا الأستاذ مايكل اللي كان سنة وعام يعني تالتة، وربنا كرمه الحمد لله. فبقول يا بابا احنا بصراحة شفنا بسط إن في أي حد يتبرع لمرضى الكانسر. قلت ماشي يا بابا، أنا بصراحة انبسطت جدا لما سمعت الخبر، وكمان لما راح مايكل عمل فيديو هناك عند الحلاق وبشوف الفيديو انا انبسطت جدا. ما كنتش متخيل ان الاستاذ مايكل يطلع بالحب ده والعطاء. صراحة ربنا يكرمه هو واخته، ويا رب كل حد يقدر يقدم خير لبلده ولاد بلده مرضى الكانسر. ربنا يعافيهم يا رب ويديهم صحتهم، والمتولين عليهم ربنا يكرمهم ويديهم نعمة كبيرة. بعدين يعني ربنا في الأول اداني ولادة هدية كده من عند ربنا، بس فكنت لسه جايمة كده من يوم ما جت، بتقول لي ماما ربنا اداني فكرة حلوة هنفذها. فبقول لها ماشي حبيبتي زي ايه؟ قالت أنا فكرت يا ماما هروح أتبرع بشعري. قلت لها لا يا حبيبتي فعلا دي حاجة فعلا جميلة وفكرة حلوة من عند ربنا، بس يا ماما يعني هتعمليها ازاي؟ توصل الشعر دوت ازاي؟ هتوديه المستشفى؟ قالت لها يا ماما في مكان كده بيجمعوا فيه الشعر وبيعملوا باروكه. قلت لها ماشي يا حبيبتي. جات مش انا بس، كمان مايكل. قلت لها فعلا يعني حاجه تفرح بجد، ربنا يقدركم على عمل الخير. طب انا عايزه اعمل زيك يا مها. فقالت لي للاسف يا ماما مش هينفع لان انت شعرك عندك نسبه كبيره شعر ابيض بس. فمايكل يعني كان كله معترض على شعره كده، يعني اشمعنى هو من اخواته عشان هو اخير العنقود مدلعين ومش عارف ايه. فبابا قال كل واحد يبقى في حاله واحنا نسيبه هو براحته. فبجد يعني اول ما اخته جابت له سبق هو بقص شعره قبلها هي، واحنا بجد يعني كنا فرحانين، وانا كان نفسي بجد اشيله بس للاسف شعري ابيض. انا امير من محافظه المنيا، كليه علوم، عندي 26 سنه. انا بدات التبرع بالشعر، الفكره جت من وانا شفت بوست على الفيس كانت والده طفله عندها كانسر، كانت بتسال الناس ازاي ان هي تحسن من نفسيتها خصوصا شعرها بيوجع بعد الكيماوي والعلاج. فانا عرضت عليها وقلت لها ان انا شعري طويل فلو ينفع نشارك انا وهي الشعر ونتصاحب ونعمل نفس الفورم في الشعر وكده. بس الكومنت سيشن كانت كتير على البوست فغالبا هي ما شافتش الكومنت بتاعي، بس هي الفكره كانت فضلت في بالي. قلت ما دام يعني ما قدرتش اساعد الطفله دي فلسه يعني لسه في اطفال تاني محتاجين الدعم وان احنا نشاركهم بحاجه زي كده. بدات ان انا ابحث على الفيس ايه شروط التبرع بالشعر، ايه الاماكن اللي بتقبل. كنت فاكره ان انا هبص يعني مجرد ان انا هروح ابص شعري وهروح اوديه المستشفى كده الموضوع خلص. لا، اكتشفت ان المستشفيات مش بتقبل الشعر المقصوص، وما بيقبلوا بس باروكه. بدات ادور على مكان بيصنع باريك فلقيت ان في كمان ناس متطوعين ان هم بيصنعوا الباروكه. تواصلت معاهم عرفت ان الشروط بيبقى ان الشعر ما يقلش عن 20 سنتي، ان الشعر يبقى مفرود وما يكونش متجصف او يكون في جزء تالف او حاجه. لما ببصه بحط فيه بيتربك من فوق ومن تحت وبعدين بيتقص، لازم المتقص يكون ناشف عشان لما بيسافر وقت طويل او بيبقى موجود في ظرف وببعته ما يسويش اي حاجه من الميه. بعدها انا عرضت الفكره على مايكل. مايكل كان فتره كورونا طول شعره شويه صغيرين بس حسيت ان شعره كويس ناعم وممكن ينفع نستفيد بيه. فعرضت الفكره عليه وقلت له لو ينفع تطول شعرك شويه كمان وتتبرع معايا انا كمان هتبرع بيه. ان شاء الله مستمر في المبادره دي، وخصوصا ان لسه في اولى كليه، رايح اولى كليه، وكان شخص طلابي كتير يعني، ومع اتحاد الطلبه اكيد الفكره هتنتشر اكتر. واي حد حابب يتواصل معايا بخصوص التبرع عايز يعرف اي تفاصيل اكتر هيلاقي رقم موجود على الفيسبوك او موجود يعني هيعمل سيرش هيلاقيه، تواصل معايا وهقول كل التفاصيل. وأوتوماتيك يعني خط الصيد عامه كله اللي هو المكان اللي انا موجود فيه حاليا بس كده.